معايا كابتن جهاد جريشه واخد رايه النهارده في التحكيم، خصوصا كابتن جهاد كان معانا امبارح واتكلمنا على مصطفى غربال، واتكلمنا كمان ان يعني ان هو بقاله فتره المستوى الفني الخاص بيه ما كانش يعني على ما يرام. كابتن جهاد تحياتي ليك. كابتن محمد مساء الخير لحضرتك وعلى كل متابعينك، ومساء الكباتن في الاستوديو. انا عايش من الشاب شو ده كابتن التلفزيون. رضا عبد العال، كابتن محمود ابو الدهب، كابتن سمير كمونه. كباتن مصر بمسا عليكم جميعا. كابتن جهاد هارد لك كابتن. هارد لك هارد كابتن. هارد لنا جميعا، هارد لنا جميعا، هارد هارد لك. عايز اخد رايك النهارده كابتن في التحكيم. كابتن محمد، احنا قلنا امبارح، قلنا مصطفى مشكلته بتحت ضغوط، وفي ماتشات الكبيره اللي فيها جمهور الاداء اخر ماتشين عملهم كان الهلال السوداني، المريخ السوداني 13 انذار واثنين طرد، وكان مستوى كويس. اللي قبل على طول كان مباراه النصر السعودي والهلال السعودي، نفس الكلام، كان مباراه سيئه الطعم بالكامل. النهارده مصطفى بيكمل نفس السلسله، نفس الشغل. احنا بنتكلم على 6 انذارات مستحقه لفريق مصر النهارده في البدايه، في الدقيقه 9 انذار مستحق. احنا بنتكلم على 6 انذارات مستحقه، مش لا تقبل الشك. يعني ايه انذار؟ معنى انذار، على الاقل انذار. ومنهم واحد لعمر جابر اللي مش ده ما يستحقش الطرد، يستحق انذار، وكان لازم يديله انذار لعيب السنغال، وفيهم لعيب اتكرر انذارين. يعني الانذارات دي اثرت في الماتش. ما فيش ماتش ركله جزاء مثلا لم يتم احتسابها او حاجه، لكن بنتكلم في 6 انذارات في مباراه كبيره زي دي يا كابتن محمد. لو ادى اول انذار وثاني انذار في الدقيقه 9 والدقيقه 18 كان وفر على الاقل فوق الخمس ست انذارات في الماتش. الغريبه والعجيبه ان النهارده ميزان العداله اللي موجود، الانذارات اللي على المنتخب مصر تبقى سهله جدا ظهورها، والانذار اللي على السنغال يحصل تفكير فيه او تاخير فيه او عدم اعطاء. وبالتالي النهارده مصطفى، النهارده الشعب المصري بالكامل حاسس بالتحكيم في الملعب، لان الحكم النهارده ما كانش موفق على الاقل في القرارات الاداريه داخل الملعب. وده اللي اتكلمنا فيه امبارح، قلنا مصطفى غربال حكم كويس وحكم كبير، بيلعب ماتشات كبيره بس من غير جمهور ومن غير ضغوط، لكن لما يتحط تحت ضغوط والجمهور بتظهر معدن الحكم. وفي الاخر منتخب مصر النهارده اتاثر بقرارات الحكم، لان في انذارات مستحقه ما خدهاش. الكره الفاول يا كابتن جهاد، الفاول اللي هو اتحسب علينا بتاع عمر جابر اللي هو التشيك فار، لما اداله التشيك فار. انا بتكلم الفاول بتاع عمر جابر اللي دخل فيه الجون، الفاول مظبوط. يا كابتن، كابتن رضا قصده على ده. لا، هو كابتن رضا الكره اللي لعبها لاعب السنغال، وعمر دخل باهمال، وبالتالي الفاول مظبوط. والهدف برضه رجعنا، ما فيش فيه مشكله بالهدف خالص. انا بتكلم على 6 انذارات في 90 دقيقه كتير. لا، وكان في طرد يا كابتن برضه. ايوه، انا لسه هساله عليه. لما الفار قال على لازم يبقى فيه يعني البوسيبل بتاع اللعبه ان يبقى فيه طرد، يعني الفار بيشيك عليها. الفار الالماني على فكره على اعلى مستوى، هو لقى ان ما تستاهلش كارت احمر، هي تستاهل كارت اصفر. هو طبعا الراجل ما اداش في الملعب ده، حتى الفاول ما اداهوش في الملعب بتاعت عمر جابر. هي هو بوسيبل كارد ولا ده طرد ولا ده اي حاجه. محمد يا كابتن رضا، هو بيشيك الاول الفار، لو لقاها تستاهل كارت احمر بيستدعيه يشوفها. لكن هو شافها، هي الكره ما تستاهلش اكتر من كارت اصفر، لكن هو للاسف ما حسبش الفاول ولا ده كارت اصفر. دي من ضمن 6 انذارات مستحقه على منتخب السنغال النهارده، وده تاثر كبير جدا من الحكم بضغط الجمهور وضغط الفريق صاحب الارض. وللاسف النهارده مصطفى ما كانش مقنع للناس كلها، وحتى اللقطه بتاع الكره اللي خبطت فيه ده واحد خارج السيطره، او الراجل مش مسيطر على المباراه، او مش حاسس ان هو في كنترول على المباراه. ان لما تخبط كره على منطقه جزاء مصر برضه تحس ان الحكم مش مستوى مصطفى اللي احنا عارفينه، او الضغوط اللي كانت على مصطفى النهارده. اول مره يحكم منتخب مصر في تاريخه، وفي ماتش كبير، ماتش مؤثر، ماتش وصول لكاس عالم. فالنهارده كان التوفيق مش حليفه النهارده. وبعد اذن حضرتك، كان عليه علامات استفهام كتيره، وكان مفروض على اتحاد الكره المصري ان كان لازم يعترض اعتراض كلي وجزئي ان ده ما يحكمش. يا كابتن رضا، انت النهارده بتتكلم ان حكم عربي لما يتحط في الماتش ده ضغوط زياده عليك. هو عايز يقول لك انا مش بجامل الحكم العربي فيجي علينا احنا، فده برضه ضغوط من ضمن الضغوط اللي كان لازم. طب واحنا ذنبنا ايه لما يكون مثلا؟ انا بقول لحضرتك لا، احنا النهارده هو الراجل برضه له دور كبير معانا، ان هو اثر معانا كتير جدا في الانذارات مستحقه. انا ما تجاملنيش بس اديني حقي. يعني النهارده بنقول له ما تجاملنيش. طب الانذارات كانت تستاهل ولا ما تستاهلش يا كابتن؟ لا، كلها انذارات مستحقه. طيب يعني اذا هو ما جابناش، هو كان يحمينا يا كابتن؟ ده في واحده زيزو يا كابتن رضا، ده في ناس، واحد طلع مصاب عمر جابر في لعبه، وفي لا غير كده. زيزو قدامه اتضرب قدامه، ودونجا اتضرب قدامه، والسوليه اتضرب قدامه، وكان يعني للاسف هو طول الوقت بيحذر، لكن الانذارات كانت غايبه. الانذارات دي كانت ممكن تاثر كتير جدا في الماتش. انت عارف لو عندنا احنا كان طرد، لو حد من عندنا العمل اللي اتعمل ده. الانذارات في مصر كانت سريعه جدا، دي حقيقه.
وبالتالي انت ما حسيتش يا كابتن رضا بالعداله ان انت بتعامل منتخب مصر زي منتخب السنغال. ده ما حسيناش طول ال 90 دقيقه بال ان في حكم موجود في الملعب اللي بيجي على السنغال بيحسبه واللي بيجي على مصر فعلا بيحسبه. ماتش صعب جدا وكان فيه اشتباكات كتير ده كل فاول حصل ما بين اليسوسي وكيروشا. لا انا عايز اقول لك يا كابتن محمد ان الاشتباكات اللي حصلت والقصه دي حصلت اسهل حكم، لان انت لو صرم من البدايه وانذار جه مستحق على السنغال تديه على مصر تديه، وبالتالي هتلاقي كل الناس سيطر على الموقف يحجم الدنيا. انما هو سايب الدنيا للاسف لما سابها مفتوحه وسمح لهم بالاحتكاكات والاعتداء على منتخب مصر وما توفرش الحمايه للاعيبه منتخب مصر، وبالتالي بقول لحضرتك 6 انذارات مستحقه لا يمكن فيهم انذار يمكن اغفاله. وللاسف النهارده الاداء مش على المستوى اللي الحكم راح كاس عالم او طالما راح كاس عالم. وفي الاخر بنقول هارد لك للمنتخب. هارد لك يا كابتن، هارد لك كابتن جهاد. انا بشكر حضرتك وجودك معانا، وهارد لك لمصر والمصريين، ويعني